سعد الله اوقاتكم بكل خير، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم عندنا برطمه للكلاع بحيل الازدهار، فرصه للناس اللي تيقلبوا على الكرا. ولكن قبل ما نهضروا على هذه البطمة، واحد الشركة كبيرة كتقلب على ثلاثة ديال المتاجر او ثلاثة مكازين للكلاع، المساحة ديالهم تكون ما بين 500 متر ولا 600 حتى 600 متر مربع. السوق اليوم فيها صالون، جوج غرف، مطبخ وحمام دوش. هذه الشقة كتواجد في عمارة فيها R+2، يعني طبقين، يعني عندك في هذه العمارة كاين عندك جار واحد اللي كاين معك في العمارة. في الطبق الثاني كاينه في دوزيام ايطاج فيها 80 متر مربع. ثمن الكراء 3000 درهم للشهر. لمزيد من المعلومات اتصلوا بسعد الله 06 71 78 35 45 06 71 08 38 45. استودعكم الله والى اللقاء.